ربما هي المرة الأولى قبيل اختلاط الدم يلتقي السوريون الأعداء منذ عمل النظام على خلق الاستقطاب بينهم قبل 6 سنين. توقف الحافلات التي تقل أهالي كفريا والفوعة ضمن اتفاق المدن الأربعة في مناطق سيطرة الثوار بحي الراشدين أعطت الفرصة لكسر حاجز الصمت، فتبادل الأخوة الأعداء أطراف الحديث. بيظل المسيحي ويظل الشيعي ويظل السني ويظل كل الدنيا وتعيش بين بعضها. جهة ما لا يعجبها لقاء السوريين، فاستثمرت اللحظة بخلط الدم عبر تفجير طال الحافلات بسيارة مفخخة أودت بحياة العشرات من الطرفين. في كتير أطفال ونساء، في كتير شباب بالجيش الحر، في كتير من كل الفصائل هون استشهدوا، في كتير عالم من أهالي كفرية والفوعة. حسبي الله ونعم الوكيل. منذ مجزرة خان شيخون حدث تصعيد دولي كبير ضد أداء النظام في دمشق بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، كما عجز النظام عن فك الحصار عن كفريا والفوعة طيلة سنوات، مما دعا الطرف الإيراني إلى استبعاده أثناء مفاوضات المدن الأربعة مع المعارضة، بل وإجباره على إخلاء عدد من المعتقلين كأحد بنود الاتفاق. فبالإضافة للتركيز الدولي على النظام هذه الأيام بات طرفا ضعيفا، وربما اقترب الوقت للمقايضة برأسه بين القوى الدولية. وبحسب شهود العيان فإن السيارة المفخخة جاءت من مناطق سيطرته وكانت محملة بطعام للأطفال وتم تفجيرها بين المجتمعين، وهذا ما أكدته إحدى أكبر صفحات النظام على الإنترنت أيضا. الانفجار حصل في حاجز للتفتيش وقتل من الطرفين. بين محاولة تميع مجزرة خان شيخون وإيصال رسالة عن الإرهاب، تظهر مصلحة النظام بوقوفه خلف التفجير دون أن يراعي انتماءات الموجودين، ليؤكد مرة أخرى أنه على استعداد لإفناء الشعب السوري المؤيدين قبل المعارضة في سبيل البقاء في سدة الحكم.